بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، ألتقي بكم مجدداً في درس جديد من مقرر الكيمياء 4، كيم 315 وكيم 317 المقرر على المستوى الثالث العلمي. ودرسنا اليوم بإذن الله تعالى سيكون عن تفاعلات التعادل. ولنبدأ بسم الله بأهداف الدرس. لدينا اليوم 4 أهداف. في الهدف الأول سنوضح مفهوم التعادل، ثم سنكتب المعادلات الكيميائية لهذا التعادل، وبعد ذلك سنشرح كيف نستعمل هذه التفاعلات في معايرة الأحماض والقواعد، وأخيرا سنفسر منحنيات العلاقة ما بين الرقم الهيدروجيني وحجم المحلول القياسي. فلنبدأ بسم الله تعالى بالهدف الأول ونعرف تفاعل التعادل. تفاعل التعادل أعزائي هو عبارة عن تفاعل محلول حمض مع محلول قاعدة، حمض مع قاعدة، والناتج سيكون عبارة عن ملح وماء. فعند تفاعل محلول الحمض مع محلول القاعدة يتكون لدي ملح وماء. فماذا سيحدث الآن؟ لاحظوا أن الأيون السالب من الحمض، عندي مثلا هذا المثال حمض الهيدروكلوريك وقاعدة هيدروكسيد المغنيسيوم، أين الحمض؟ هذا هو الحمض. أين القاعدة؟ هذه هي القاعدة. ماذا سيحدث الآن؟ سيتحد الأيون السالب من الحمض. لاحظوا هذا هو الحمض، الأيون السالب له هذا هو أيون الكلوريد. طبعا الهيدروجين أيون موجب، الهيدروكسيد سالب والمغنيسيوم موجب 2. ماذا سيحدث؟ سيتحد الأيون السالب من الحمض مع الأيون الموجب من القاعدة. دائما أيون سالب حمض، أيون موجب قاعدة. ماذا سيتكون لدي؟ سيتكون لدي هنا ملح كلوريد المغنيسيوم، وهو عبارة عن مركب أيوني. لاحظوا أن الCl نيجاتيف والMg بوزيتيف 2، هاي مركب أيوني ملح، عبارة عن ملح. المتبقي الشق الموجب من الحمض مع الشق السالب من القاعدة يعطينا H و OH، يعطينا ماء. فلاحظوا الناتج هو عبارة من خلال تفاعل إحلال مزدوج، الأيونات المتشابهة مكانها يتغير وينتج لدينا ملح وماء. ما هو الملح؟ كما ذكرنا هو عبارة عن مركب أيوني اللي هو كلوريد مثلا المغنيسيوم في هذا السؤال، مركب أيوني يتكون من أيون موجب مشتق من القاعدة، لاحظوا الام جي مشتق من القاعدة، وأيون سالب اللي هو مثلا هني الكلوريد مشتق من الحمض، فهذا هو الملح. الآن كيف نكتب معادلة التعادل، معادلة تفاعل التعادل؟ تفاعل التعادل له معادلة عامة، وهذه المعادلة نكتب أولاً الحمض زائد القاعدة ينتج عنها ملح وماء. مثلاً المثال السابق هيدروكسيد المغنيسيوم اللي هو عبارة عن قاعدة زائد كلوريد الهيدروجين اللي هو عبارة عن حمض ينتج كلوريد المغنيسيوم اللي هو عبارة عن ملح زائد طبعاً الماء. فهذا هو عبارة عن تفاعل تعادل. هذا التفاعل بالذات أعزائي له أهمية كبرى. لاحظوا هنا الـ HCl ذكرنا في الدرس الأول أن عبارة أن حمض الهيدروكلوريك موجود في المعدة. لو زاد هذا الحمض تركيزه زاد عن الحد المعقول أو المناسب، فالإنسان سيشعر بحرقة المعدة. فماذا سيفعل؟ سيصف له الطبيب دواء، هذا الدواء يحتوي على مادة تساعد على التقليل من هذه الحموضة. توقعوا ماذا ستكون المادة؟ الآن المعدة فيها حمض، هل ستكون هذه المادة حمضية أم قاعدية؟ بالتأكيد ستكون قاعدية حتى تعادل حموضة المعدة. فمثلا هذا الهيدروكسيد المغنيسيوم أو حليب المغنيسيا، يطلق عليه حليب المغنيسيا، يكون موجود في الأدوية المضادة للحموضة، وأول ما يتلامس الحمض، حمض المعدة مع حليب المغنيسيا هيدروكسيد المغنيسيوم سيحدث تفاعل تعادل. ماذا سيحدث؟ سينتج لدي ملح وماء، والملح والماء بالتأكيد لا يؤثرون أو لا يسببون ضرر على المعدة أو الجهاز الهضمي.
دعونا الآن نأخذ المثال الثاني. لدي هنا مثلا حمض الهيدروكلوريك، هذا عبارة عن حمض، والقاعدة اللي هي هيدروكسيد الصوديوم، هاي عبارة عن قاعدة. ماذا سيحدث الآن؟ الشق السالب من الحمض مع الشق الموجب من القاعدة راح يتفاعلون مع بعضهم البعض، والناتج هو عبارة عن الملح كلوريد الصوديوم. الآن الـ H والـ OH يكونون يتحدان معا ويكونون الماء. نلاحظ أعزائي في هذا التفاعل احنا استخدمنا حمض قوي واستخدمنا قاعدة قوية، وبالتالي كلاهما يتأينان تأيناً كلياً على صورة أيونات. والملح أيضاً الناتج ذكرنا أنه هو عبارة عن مركب أيوني، يتأين أيضاً إلى أيونات موجبة وأيونات سالبة، لأن مركب أيوني قابل للذوبان. دعونا نكتب المعادلة على صورة أيونات. لاحظوا مثلاً لدي هنا الـ HCl يتأين إلى أيونات الهيدروجين الموجبة وأيونات الكلوريد السالبة. الـ NaOH يتأين إلى أيونات الصوديوم الموجبة وأيونات الهيدروكسيد السالبة. النواتج: المركب الأيوني ملح الطعام أو الـ NaCl يتأين إلى أيونات الصوديوم الموجبة وأيونات الكلوريد السالبة، والمتبقي هو الماء. لماذا لا نؤين الماء؟ كيمياء أو اثنين، لأن عبارة عن مادة سائلة وليست محلولاً فلا تتأين. ماذا سنفعل الآن؟ لاحظوا أن هناك أيونات متشابهة في طرفي المعادلة، نسميها الأيونات المتفرجة كيمياء أو اثنين. أيون الكلوريد السالب، أيون الصوديوم الموجب، نحذفهم من المعادلة، وتعتبر هذه الأيونات أيونات متفرجة، يمكن حذفها لأن في الأساس لا تشارك في التفاعل. الصورة النهائية أو المعادلة النهائية الكلية لهذا التفاعل بعد حذف الأيونات المتفرجة ستكون على النحو التالي: أيونات الهيدروجين تتفاعل مع أيونات الهيدروكسيد لتكوين الماء. فهذه المعادلة ما فيها أيونات متفرجة هي عبارة عن المعادلة العامة لتفاعل أي حمض قوي مع قاعدة قوية، إنه راح ينتج في الأخير ماء متعادل طبعا، وسنرى تفصيل ذلك بعد قليل بإذن الله تعالى. دعونا ننتقل الآن أعزائي إلى الهدف الثالث، وهو عبارة عن معايرة الأحماض والقواعد. أحياناً أعزائي يكون عدد مولات الحمض يعني ضعف عدد مولات القاعدة. مثلاً لاحظوا هنا في هذا المثال هيدروكسيد الصوديوم مول واحد منه، عندي مول واحد منه وعندي 2 مول من حمض الهيدروكلوريك، فتركيز أو عدد مولات الحمض ضعف عدد مولات القاعدة. ولذلك سنلجأ إلى بعض الحسابات الكيميائية، وهذه الحسابات الكيميائية هي أساس عملية أو طريقة المعايرة. فما أهمية المعايرة؟ المعايرة أعزائي نستخدمها لتحديد تراكيز المحاليل الحمضية أو القاعدية. لو عندي محلول مجهول التركيز، محلول حمضي أو قاعدي وما أعرف تركيزه، راح أستخدم له طريقة المعايرة، وهي طبعا إحدى طرق التحليل الحجمي. طيب، فما هي المعايرة؟ المعايرة أعزائي هي عبارة عن طريقة لتحديد تركيز محلول ما في عندي محلول مجهول التركيز، ما أعرفه سواء حمض أو قاعدة، ما أعرف تركيزه، فشلون أستخدم أو شلون أطلع أو أحسب تركيز هذا المحلول المجهول؟ من خلال محلول آخر أعرف تركيزه. لاحظوا عندي محلول X ما أعرف تركيزه، محلول Y معلوم التركيز، كيف أوظف هذا المحلول المعلوم التركيز لإيجاد تركيز محلول X المجهول التركيز؟ هذه العملية أو هذه الطريقة نسميها المعايرة، عملية المعايرة. فكيف سأجري عملياً كيف سنجري عملية المعايرة؟ المعايرة أعزائي إذا أردنا مثلاً إيجاد تركيز محلول حمضي، عندي محلول حمضي مجهول التركيز،
سوف أستخدم محلول قاعدي معلوم التركيز، العكس. طيب إذا كان لدي محلول قاعدي مجهول التركيز، ما أعرف تركيزه، قاعدة وما أعرف تركيزه، أستخدم العكس، محلول حمضي معلوم التركيز. طيب ما هي الأدوات والمواد التي نستخدمها في عملية المعايرة؟ أولا لدينا هذه الأدوات. الأدوات أعزائي هي عبارة عن، الأداة الأساسية هي السحاحة، والسحاحة أعزائي هي عبارة عن أنبوب زجاجي طويل به فتحتان، فتحة علوية وفتحة سفلية، ومدرج من الأعلى إلى الأسفل، وبه السحاحة في نهايتها فيها صنبور. صنبور، هذا الصنبور من السهولة جدا التحكم فيه، بحيث أن أتحكم في كمية المحلول الذي يتسرب من أسفل السحاحة. فالسحاحة هي أول جزء. الآن سأستخدم في الأسفل دورق، هذا الدورق يسمى دورق أو كأس المعايرة، وهنا في هذا الكأس أضع المحلول المراد قياس تركيزه، المحلول المجهول بحطه في الدورق. بعدين عندي هنا حامل للسحاحة وكذلك ماسك للسحاحة يثبتها مكانها. فهذه هي الأدوات. الآن المواد الكيميائية المستخدمة، أولا المحلول المجهول التركيز كما ذكرنا نضعه في الكأس أو كأس المعايرة، هنا سيكون سواء الحامض أو القاعدة المجهولة بحطها تحت. في السحاحة سنضع المحلول المعلوم التركيز، كما اتفقنا أن عندنا محلولين، واحد معلوم والثاني مجهول. المعلوم بحطه في السحاحة والمجهول بحطه في الدورق. هذا المحلول الموجود في السحاحة المعلوم التركيز يطلق عليه المحلول القياسي. وأخيراً نضع بعض القطرات من الكاشف، ودرسنا في الدرس السابق أن الكاشف هو عبارة عن صبغة كيميائية ألوانها تتأثر بالمحاليل الحمضية والقاعدية، على حسب المحلول يتغير لونها. وين أحط الكاشف؟ أحط نقاط من الكاشف مع المحلول المجهول التركيز في كأس المعايرة. الآن ماذا سنفعل؟ كيف سنجري عملية المعايرة؟ لاحظوا أعزائي، هذا هو التركيب. أولاً نضع حجم معين من المحلول الحمضي أو القاعدي المجهول التركيز، يعني هنا هذا الحمض تركيزه غير معلوم ولكن حجمه معلوم، أعرف الحجم ماله، أنا اللي حطته. طيب بحطه في كأس زجاجي، وكما ذكرنا أنه هو كأس المعايرة. رقم اثنين، نملأ هذه السحاحة بالمحلول المعلوم التركيز اللي هو المحلول القياسي، فهنا أنا أعرف التركيز والحجم بقيسه كما سنرى بعد قليل. حجم بنعرفه بس برويكم شو. طيب الآن نضيف قطرة أو قطرتين من الكاشف أو الدليل، نضعهم داخل كأس المعايرة ونحرك المحلول عشان نضمن ذوبان الكاشف في المحلول. الآن ماذا سيحدث؟ في هذه العملية يجب التركيز أعزائي، ماذا سيحدث الآن؟ الآن لدي السحاحة، لدي السحاحة وبأسفلها صنبور، وتحت لدي هنا دورق المعايرة. ماذا سيحدث في هذه الحالة؟ طبعا الدورق فيه المحلول المجهول التركيز وفيه الكاشف، والسحاحة يوجد بها المحلول القياسي. سنبدأ أعزائي بفتح الصنبور بحيث أنه ينقط قطرة قطرة تقريبا، وفي أثناء فتح الصنبور ببطء جدا نضمن تحريك، يجب تحريك الدورق حتى يتم اختلاط المادة أو المحلول القياسي مع المحلول المجهول التركيز. فراح يكون بهذه العملية وبطء جدا، لأن جميع الأجزاء راح تكون قابلة للكسر بسهولة. قراءة السحاحة غير مهمة حاليا في هذه المرحلة. في أثناء فتح صنبور المحلول القياسي في هذه اللحظة لا نشاهد أو نهمل مشاهدة السحاحة، المهم هو ملاحظة لون المحلول.
اللي هو اللون المحلول في الكأس، كأس المعايرة. سنلاحظ أن مع كل نقطة احتمال يتغير لون المحلول، ولكن مجرد ما نحرك راح يختفي هذا اللون. نقوم نستمر بهذه العملية، نفتح الصنبور ونحرك ونحرك إلى أن نصل إلى نقطة ألاحظ أن فجأة يتغير لون المحلول المجهول، يتغير لون المحلول. أول ما يتغير في اللحظة التي يتغير فيها أغلق صنبور السحاحة. هذه النقطة تسمى نقطة نهاية المعايرة، وهي النقطة التي يتغير عندها لون الكاشف، فهذا خلاص انتهى التفاعل، وصلنا إلى نقطة النهاية. ثم الآن نأخذ قراءة السحاحة، بتشوف إيش كثر من المحلول القياسي نزل داخل الكأس، فباخذ قراءة السحاحة، ومن هذه القراءة هني أقدر أحدد الحجم أو حجم المحلول القياسي الذي استخدمته لتعادل لتفاعل التعادل، يعني لإجراء تفاعل التعادل. فهذه هي باختصار العملية التي نقوم بها للمعايرة. ثم الخطوة الأخيرة حسابيا رياضيات، نعوض في القانون التالي. لدي هنا مولارية الحمض أو تركيز الحمض مضروبا في حجم الحمض. أنا عندي هني حجم أحدهما اللي هني مجهول، المولارية هني مجهولة والحجم معلوم، وهنا المولارية والحجم معلومين، فراح يكون عندي فقط مجهول واحد في هذا السؤال. بنطبق بعد قليل. مقسومين حجم الحمض وتركيزه مقسومين على عدد مولات الحمض، يساوي الطرف الآخر تركيز القاعدة مضروبا في حجم القاعدة على عدد مولات القاعدة في المعادلة، وراح نشوف شلون نطبق الآن بإذن الله تعالى. قبل أن ننتقل إلى التطبيق الرياضي أو الأمثلة، هناك مثلا دعونا نأخذ مثالا أكثر تفصيلا لعملية المعايرة. لاحظوا الآن في هذه الصورة لدي هنا السحاحة. هذه السحاحة تحتوي على محلول قياسي، بما أن محلول قياسي فراح يكون معلوم التركيز، وتركيزه هنا يساوي 0.1 مولر. يحتوي الدورق المخروطي على 25 مل من محلول حمض الفورميك. لاحظوا هني هذا هو حمض الفورميك، عبارة عن الحجم له 25 مل. طبعا هذا حمض في الدورق حمض، وفي السحاحة لدي هنا قاعدة. القاعدة هي المحلول القياسي معلوم التركيز، والحمض هو المجهول التركيز، ما أعرف تركيزه، فالمولارية هني مجهولة، التركيز مجهول، أعرف فقط الحجم. وضعنا أيضا قطرات من كاشف الفينول فثالين حتى نشاهد نقطة نهاية التفاعل. بعد ذلك نفس ما ذكرنا نفتح صنبور السحاحة، ويضاف المحلول القياسي ببطء اللي هو القاعدة قاعدة تنزل على الحمض. احنا ذكرنا في بداية الدرس ان هذا تفاعل تفاعل تعادل، انا عندي هني حمض في الدورق وعندي في السحاحة لدي قاعدة، قاعدة مع حمض ماذا ينتج؟ ينتج ملح وماء، فهذا التفاعل اللي قاعد يحدث. فهنا قاعدة المحلول القياسي يتسرب إلى المحلول المجهول التركيز، ويتحول لون الفينول فثالين تدريجيا إلى اللون الوردي، ولكن مجرد ما أحرك يختفي اللون الوردي، كل ما أحرك يختفي اللون الوردي. أول ما يثبت اللون الوردي عند النقطة من المحلول القياسي اللي أضيفها ويتغير لون المحلول إلى اللون الوردي، أغلق صنبور السحاحة، وبعدين يصبح المحلول، أشاهد أن المحلول أصبح لونه وردي فاتح، وأقرأ قراءة السحاحة. في هذه الحالة طلع 18.28 مل، هذا طبعا المحلول القياسي أو القاعدة. دعونا الآن نجمع المعلومات اللي خذيناها. أولا المحلول المجهول التركيز معلوم حجمه، محلول القياسي معلوم التركيز ومعلوم الحجم. الآن تبقى لدي عدد المولات،
عدد المولات أستطيع استخراجه باستخدام المعادلة الموزونة للتفاعل. لاحظوا أن المعادلة هي عبارة عن حمض الفورميك يتفاعل مع قاعدة هيدروكسيد الصوديوم لإنتاج، طبعا هنا سهم انعكاسي لأن الحمض هنا حمض ضعيف، لإنتاج فورمات الصوديوم والماء، ملح وماء. الآن لاحظوا هل المعادلة موزونة أم لا؟ يجب أن تكون المعادلة التي سنستخدمها في الحسابات الكيميائية للمعايرة، يجب أعزائي أن تكون موزونة، لأن إذا ما كانت موزونة الحسابات ستكون خاطئة تماما. فنتأكد هل المعادلة موزونة أم لا، وطبعا درسنا الوزن سابقا فالمعادلة موزونة. الآن نعوض في هذا القانون الـ MA في الـ VA مقسوما على الـ NA، نعوض في الطرف الأول مولارية الحمض اللي هو الموجود في الدورق. المولارية هي المراد قياسها، فهي راح تكون مجهولة الـ MA مضروبة في حجم الحمض. حجم الحمض 25 مل موجود، فضربت في 25 قسمة عدد مولات الحمض. نعود إلى المعادلة، لاحظوا هنا المعادلة، هذا الحمض، نكتب هنا هذا حمض الفورميك وهذه القاعدة. لاحظوا عدد مولات الحمض الـ NA، نأخذ المعامل 1، فإذا أقسم على 1. الآن الطرف الآخر الـ MB اللي هي مولارية أو تركيز القاعدة، وين القاعدة؟ الموجودة في السحاحة المحلول القياسي اللي نعرف كل شيء عنها، هي عبارة عن 0.1 مولر مضروبة في حجم القاعدة اللي هي قراءة السحاحة النهائية 18.28 مقسومة على حجم عدد مولات القاعدة من المعادلة الموزونة. أرجع للمعادلة الموزونة، عدد المولات هنا 1. رياضيات باستخدام الآلة الحاسبة والتعويض، سيكون لدينا عدد أو تركيز الحمض المجهول 0.07312 مولر. مثال آخر أعزائي، في هذا المثال المطلوب الآن متغير، الآن يريد الحجم. لاحظوا في هذا السؤال كم مل من الـ NaOH؟ الـ NaOH هيدروكسيد الصوديوم هو عبارة عن قاعدة، المطلوب هو حجم القاعدة الـ VB الذي تركيزه 0.5 مولر، يعني أعطاني الـ MB معلوم، يتعادل مع 25 مل من حمض الفوسفوريك، فهذا عبارة عن VA. تركيزه 0.1 مولر، هاي عبارة عن الـ MA. فاستخرجت جميع المعطيات والمطلوب من السؤال. الخطوة التالية هي عملية كتابة المعادلة الموزونة. دعونا نكتب هذه المعادلة. طبعا يتفاعل لدي هنا الحمض مع القاعدة NaOH لإنتاج حمض ملح وماء. فالتفاعل سيكون على النحو التالي. لاحظوا الناتج الآن هو عبارة عن ماء وفوسفات الصوديوم. ماذا سيحدث الآن؟ المعادلة في البداية طبعاً كانت غير موزونة. نوزن المعادلة، طبعاً نلاحظ هنا، إذا شطبنا هني نغير الوزن، نلاحظ هنا طبعاً ذرات الأكسجين وذرات الهيدروجين نخليهم في الأخير، نزن الذرات الأخرى، يعني مثل الفوسفور 1 1، الفوسفور موزون. المشكلة لدينا في الصوديوم، الصوديوم هنا 3 ذرات من الصوديوم وفي طرف المتفاعلات ذرة واحدة، فماذا سنفعل؟ سنضرب هيدروكسيد الصوديوم في المعامل 3. الآن أصبح لدي 3 ذرات من الصوديوم و3 ذرات من الصوديوم في كلا الطرفين. الآن نزن الأكسجين والهيدروجين، نلاحظ هنا الهيدروجين، الأكسجين طبعا نخليه في الأخير، الهيدروجين لدي هنا 3 ذرات من الهيدروجين وهنا أيضا 3 3 زائد 3 6، في الطرف الآخر لدي فقط ذرتين هيدروجين. أضرب 2 في كم ليكون الناتج 6 3، فأضع المعامل 3 و
وبالتالي تكون المعادلة موزونة. الآن أعزائي نعوض في القانون أو نكتب القانون. طبعا هذا القانون نلاحظ أن هناك شق للحمض وشق للقاعدة، ممكن توصل إلى طريقة أخرى أو يعني بالضرب التبادلي، من خلال الضرب التبادلي هناك صورة أخرى لهذا القانون. إذا ضربنا بهذه الطريقة الضرب التبادلي أو المقص، فبيكون الـ MA في الـ VA مضروبا في عدد مولات القاعدة، والـ MB والـ VB مضروبا في عدد مولات الحمض. والآن بالتعويض أعزائي نلاحظ هنا بهذه الطريقة ما المطلوب؟ نعود إلى السؤال، المطلوب هو حجم القاعدة. حجم القاعدة، هذا هو حجم القاعدة، نخليه في طرف بروحه، بخليه في طرف وآخذ كل اللي معاه وأنقله إلى الطرف الآخر بعكس العملية، يعني عملية القسمة. فيصبح القانون كالتالي، هذا هو الـ VB ونقلنا الـ NA والـ MB بعملية قسمة للطرف الآخر. الآن تعويض مباشر جدا، الـ VB تساوي الـ NB من المعادلة الموزونة. نلاحظ أن عدد مولات القاعدة يساوي 3، فكتبت 3 مضروبا في الـ MA، موجود في السؤال الـ MA 0.1 مضروبا في الـ VA، موجود في السؤال الـ VA 25. الآن المقام مكتوب عندي الـ NA عدد مولات الحمض، نلاحظ هنا في المعادلة واحد، إذا ما كان عندي شيء يعني واحد، فأضرب واحد في الـ MB، هي موجودة في السؤال أيضا 0.5، ونطلع باستخدام الآلة الحاسبة يكون الناتج 15 مل. قبل أن ننتقل أعزائي، هناك طريقة أخرى إذا لم يطلب مني كتابة المعادلة الكيميائية، فمن أين سأستخرج عدد مولات الحمض والقاعدة؟ نحن انتهينا من الحل، ولكن هذه ملاحظة لتحديد عدد مولات الحمض والقاعدة دون الرجوع إلى المعادلة الكيميائية. دعونا نزيل المعادلة الكيميائية بهذه الطريقة. الآن لدي هنا حمض وقاعدة. الحمض هو عبارة عن H3PO4، والقاعدة هي عبارة عن NaOH. لاحظوا لا يوجد معادلة كيميائية. الآن كم عدد أيونات الهيدروجين الموجودة في الحمض؟ 3، حمض ثلاثي البروتون. وكم عدد أيونات الهيدروكسيد الموجودة في القاعدة؟ لاحظوا 1. الآن ماذا سنفعل؟ سيكون العكس، عدد مولات الحمض بيكون 1 وعدد مولات القاعدة بيكون 3، يعني الـ NA تساوي 1 والـ NB تساوي 3. فبدون استخدام المعادلة الكيميائية الموزونة استطعت تحديد الـ NA والـ NB إذا لم يطلب مني تحديد المعادلة في السؤال. والآن أعزائي هناك بعض المعلومات الهامة التي يجب أن ننتبه إليها. أولاً الكواشف، الكواشف ذكرنا سابقاً أعزائي أنها عبارة عن أصباغ، وهذه الأصباغ ألوانها تتأثر بالمحاليل الحمضية والقاعدية، تتأثر بالوسط اللي موجودة فيه. هناك تطبيق في حياتنا اليومية نستعمله، ولكن ما كنا نعرف أنه هو عبارة عن كاشف. لاحظوا مثلاً الشاي، الشاي أعزائي عند إضافة عصير الليمون إليه لونه راح يتغير، الشاي لونه أحمر، ولكن أول ما نضيف له عصير أو قطرات الليمون شوي شوي لونه راح يكون أفتح، يتحول شوي إلى اللون الفاتح. هذه العملية الكواشف لها دور كبير جدا فيها. ماذا يحدث؟ لاحظوا هذا الشاي قبل إضافة عصير الليمون، وهذا بعد إضافة عصير الليمون. الشاي أعزائي يحتوي على مادة تسمى مادة البوليفينولات، بولي يعني عديد،
بوليفينولات، هذه المادة تعتبر من المواد الكاشفة، من الكواشف، وهي أيضا تحتوي على ذرات أو أيونات هيدروجين. ما أنها تحتوي على ذرات متأينة جزئيا من الهيدروجين، جزئيا أي أنها عبارة عن أحماض ضعيفة. دعونا نرمز أعزائي إلى البوليفينولات بالرمز HX. هذا عبارة عن حمض ضعيف. بما أن حمض ضعيف سيتأين تأينا جزئيا إلى أيونات الهيدروجين الموجبة وأيونات الإكس السالبة. فماذا سيحدث؟ طبعا عملية التأين ستغير في شكل الروابط، سواء كانت المادة تأينت أم لا، شكل الروابط راح يتغير. دعونا نفصل في هذا الأمر. الآن هناك يحدث خليط متزن ما بين الأيونات الناتجة وما بين جزيئات البوليفينولات. ماذا سيحدث الآن؟ لاحظوا أعزائي، لنرمز إلى البوليفينولات بالرمز HX، والHX هي عبارة اللي هي البوليفينولات هي عبارة عن حمض ضعيف. ماذا سيحدث الحمض الضعيف؟ سيتأين تأينا جزئيا إلى أيونات الهيدروجين وأيونات الإكس السالبة. هناك تغير في شكل الروابط، سواء كان الجزيئات البوليفينات متأينة أم غير متأينة، وهذا التغير في الروابط راح يؤدي إلى تغير اللون. يعني الحمض نفسه، جزيئات الحمض نفسها راح تكون عديمة اللون، ما لها لون، أما الأيونات فراح تكون ملونة. ففي خليط من الأيونات والجزيئات في المحلول، خليط متزن. الآن سنبدأ بإضافة قطرات عصير الليمون. عصير الليمون أعزائي هو عبارة عن مادة حمضية، وبالتالي تحتوي على أيونات الهيدروجين. أيونات الهيدروجين موجودة أوردي في النواتج، ولكن ماذا أفعل أنا الآن؟ قاعدة أضيف أيونات هيدروجين إضافية إلى داخل الشاي. ماذا سيحدث؟ سيزيد تركيز أيونات الهيدروجين، وبما أن تركيز أيونات الهيدروجين زاد، هاي قاعدة خذيناها في كي 214 قاعدة لوتشتلي، ماذا سيحدث؟ عشان التفاعل اختل توازنه لأن زاد تركيز أيونات الهيدروجين في النواتج، فعشان التفاعل يعيد اتزانه فيعود باتجاه عكسي إلى الطرف الآخر لتكوين الجزيئات، والجزيئات راح تكون عديمة اللون، وبالتالي اللون راح يخف من الأحمر إلى لون أخف شوي من الأحمر، وبالتالي يخف اللون لأن تكون لدي تركيز أكبر من جزيئات البوليفينولات العديمة اللون. وهذا أعزائي هي عبارة عن عندما يتغير لون الشاي نعرف أننا وصلنا إلى نقطة نهاية المعايرة، ونقطة نهاية المعايرة هي النقطة التي يتغير عندها لون الكاشف كما ذكرنا. طبعاً الكواشف المستخدمة في المعايرة في أي نوع من أنواع المعايرة كما سنرى بعد قليل، هذه الكواشف كل هي عبارة عن أساساً أحماض ضعيفة، وكل منها له pH خاص به أو مدى من pH خاص به. دعونا نفصل قليلاً في هذا الأمر. كيف نختار الكاشف للمعايرة؟ دعونا نشاهد الآن. من المهم جدا اختيار كاشف للمعايرة لونه يتغير عند نقطة تكافؤ المعايرة الصحيحة. لماذا؟ يعود ذلك أن كما ذكرنا لكل كاشف له pH، درجة حموضة خاصة به أو مدى من الحموضة خاص به، عنده في هذا داخل هذا المدى يتغير لونه، خارج هذا المدى لا يتغير لون الكاشف. دور الكاشف في هذه المعايرة أنه يبين بدقة عن طريق تغير لونه أنه قد تمت إضافة كمية كافية من المحلول القياسي اللي موجود في السحاحة مثلاً،
تمت إضافة كمية كافية لمعادلة المادة المجهولة التركيز في الدورق. وكما ذكرنا سابقا أعزائي، فإن اختيار الكاشف مهم جدا، لأن لكل كاشف يعني يتغير لونه عند نقاط معينة أو مدى معين. لاحظوا مثلا هذه الصورة، في هذه الصورة لدينا أمثلة عديدة من الكواشف، ولاحظوا هنا هذا عبارة عن مقياس الـ pH. لاحظوا أن لكل كاشف مثلا الكريستال البنفسجي لونه يتغير من 0 إلى تقريبا 1.9 داخل، إذا وقعت نقطة التكافؤ أو نقطة نهاية المعايرة داخل هذا المدى فإن الكريستال البنفسجي لونه راح يتغير. أما إذا كانت نقطة نهاية المعايرة خارج هذا المدى فإن الكاشف لن يتغير لونه. ولأننا نعتمد على تغير اللون لمعرفة نقطة نهاية المعايرة أعزائي، فأثناء إجراء عملية المعايرة نضع ورقة بيضاء أسفل الدورق اللي فيه المحلول المجهول التركيز حتى يتبين لنا اللون أو تغير عملية تغير اللون بدقة. دعونا نأخذ مثال آخر، مثلا البرومو فينول الأزرق تقريبا مداه من 3 إلى 4.7 داخل هذا المدى يتغير لون الكاشف، خارج هذا المدى لا يتغير لونه. وهناك أيضا لاحظوا هنا الكاشف العالمي له يعني مجال كبير جدا وواسع من الـ pH ويتغير لونه عند مدى كبير من درجات الحموضة. الآن دعونا نشاهد كيف يتم استخدام الـ pH لإنجاز عملية المعايرة. فيما يلي أعزائي أمثلة تفسر كيف تتغير قيم الـ pH للمحلول المجهول مع التغير في حجم المحلول القياسي المضاف. خلونا نشوف الخطوات. في البداية أعزائي لدي هنا سحاحة، هنا كما ذكرنا المحلول المجهول التركيز، مجهول التركيز، هنا المحلول القياسي، هذا المحلول القياسي تركيزه معلوم. لدينا هنا قطب الـ pH، وذكرناه في الدرس السابق أن مجرد غمسة في المحلول يعطينا قراءة دقيقة ومباشرة للـ pH. قبل أن نبدأ عملية المعايرة، قبل أن نبدأ أي شيء، نأخذ أولاً القراءة الابتدائية لهذا المحلول. لماذا؟ حتى أتبين هل هذا المحلول عبارة عن حمض أم قاعدة. في البداية هل المحلول المجهول التركيز هل هو حمض أم هو قاعدة؟ فمن خلال قراءة جهاز الـ pH يتبين لي إذا كان المحلول حمضي أم قاعدي. سجلت القراءة، يجب أن يكون لدي مثلا هنا جدول، طبعا هذا المحلول مجهول التركيز، سيكون لدي جدول بحيث أن أسجل هنا قيمة أو عفوا حجم المحلول القياسي اللي فتحت اللي نزلته إلى الدورق، حجم المحلول القياسي طبعا إذا كان حمض أو قاعدة، وتحت هنا سأقيس قيم الـ pH في الخطوة الثانية. هنا بقيس قيمة الـ pH. فمثلا في البداية أسجل القيمة الابتدائية 0، لحد الآن ما فتحت صنبور المحلول القياسي، فأسجل قيمة المادة يطلع لي الـ pH. بعدين أبدأ بإضافة المحلول القياسي بالتدريج، مثلا حطيت 3 مل، أسجل 3 وأسجل هنا قراءة الـ pH، وبعدين أضيف حجم آخر، أضيف بعد 3 بيصير 6، وأضيف وهكذا. فتملأ السحاحة بالمحلول معلوم التركيز وأضيف حجوم معلومة منه إلى الكأس ببطء وأسجل قراءة الـ pH. أتوقف عندما يبدأ جهاز الـ pH بتسجيل قراءة أو قيمة ثابتة، أتوقف وأعرف أنه وصلت إلى نقطة نهاية المعايرة. أيضاً
هذه النقطة عندما تصل القراءة إلى قيمة ثابتة أسميها نقطة التكافؤ أو نقطة الاتزان. في هذه الحالة سوف أعرف أن هذه النقطة هي النقطة التي يتساوى فيها عدد مولات الهيدروجين من الحمض مع عدد مولات الهيدروكسيد من القاعدة. عند تساويهما ستحدث حالة اتزان وينتهي التفاعل. دعونا الآن أعزائي نوضح هذا بالأمثلة، ونبدأ أولاً بمعايرة حمض قوي مع قاعدة قوية. لاحظوا معي هذا المثال. لاحظوا الآن هذا هو عبارة عن الرسم البياني، والرسم البياني يوضح تغير قيم الـ pH أثناء إضافة المحلول القياسي. دعونا نشاهد أولاً هذا المنحنى ماذا يمثل؟ كيف إذا ما كان عندي هنا معلومات متوافرة؟ كيف سأعرف ما إذا كان هذا المحلول قوي، حمض، قاعدة، ضعيف؟ فماذا سأفعل؟ سألاحظ نقطة بداية المنحنى. لاحظوا هنا نقطة بداية تقريباً عند الواحد. بما أن هاي النقطة الابتدائية لحد الآن ما أضفت أي حجم من المحلول القياسي، النقطة الابتدائية أو الـ pH لهذا المحلول هو عبارة عن 1، معناته أقل من 7، أقل بكثير من 7، معناته هو راح يكون حمض. وبما أن أقل من 2، يعني في هذا المدى بما أن أقل من 2 فراح يكون عبارة عن حمض قوي. وللمعلومية إذا كانت نقطة البداية تقريبا من 12 إلى 14 في هذا المدى راح تكون هذه المادة قاعدة قوية. من 12 إلى 7 إلى أكبر من 7 هاي راح تعتبر قاعدة ضعيفة، ومن فوق الاثنين إلى أقل من 7 هاي عبارة عن حمض ضعيف. نوضحها بعد شوي إن شاء الله. فنبدأ بملاحظة نقطة البداية و قدرنا نعرف أن هذا عبارة عن حمض قوي. الآن أين المحلول القياسي؟ المحلول القياسي بما أن هذا حمض فالمحلول القياسي أكيد راح يكون قاعدة، وهذا هي حجم القاعدة المضافة ويتم تسجيله تدريجياً مقابل إضافة أو تغير الـ pH. لاحظوا الآن أعزائي سلوك أو تغير منحنى الـ pH. لاحظوا الآن ماذا سيحدث عند إضافة تقريباً كل 5 ملي نسجل تقريباً القراءة، ولكن عند إضافة من 0 إلى 40 ملي لتر من المحلول القياسي طبعاً بالتدريج وتسجيل القراءة، نلاحظ أن قراءة الـ pH زادت من 1 إلى 2. لاحظوا عند الـ 40 تقريباً، عند الـ 40 تقريباً 2، فأربعين ملي لتر استطاعت أن تغير قيمة pH الحمض من 1 إلى 2، يعني جعلته أكثر أو عفواً أقل حمضية. لاحظوا الآن عند إضافة مجرد 5 مل من هيدروكسيد الصوديوم المحلول القياسي تغيرت القراءة من 2 إلى 3. لاحظوا مجرد 5 ملي غيرت الـ pH بمقدار 1، يعني قل عدد أيونات الهيدروجين. لماذا حدث هذا الشيء؟ لاحظوا أعزائي أن المحلول اللي هو اللي في الدورق يحتوي على عدد كبير وفرة من أيونات الهيدروجين لأن حمض قوي، فيحتوي على عدد كبير من أيونات الهيدروجين. المحلول القياسي يحتوي على أيونات الهيدروكسيد السالبة، فأنا قاعدة أضيف أيونات الهيدروكسيد السالبة إلى أيونات الهيدروجين، وبالتالي OH زائد H يتحدون معا يكونون ماء، ماء متعادل. فأنا قاعدة أقلل من حمضية هذا الحمض القوي، وأقلل من تركيز أيونات الهيدروجين في المحلول مقابل إضافة تركيز مقابل إضافة أيونات الهيدروكسيد. فهنا في هذه الحالة لاحظوا أن مجرد هنا هذه الخمسة ملي غيرت في درجة الـ pH، وذلك لأن هنا في هذه الحالة أيونات الهيدروكسيد قاعدة تستهلك من أيونات الهيدروجين، فهنا في هذه الحالة أيونات الهيدروجين عددها قل، وعند إضافة مليمترات ضئيلة من
القاعدة أو المحلول القياسي نلاحظ أن فجأة تغير الـ pH، تغير قراءة الـ pH من 3 تقريبا فجأة إلى 11 أو 12، فمعناته أن المحلول تحول من حمضي إلى قاعدي. فلماذا أو كيف تحول المحلول فجأة من حمضي إلى قاعدي؟ لاحظوا أن في هذه الحالة أيونات الهيدروكسيد استهلكت معظم أيونات الهيدروجين الموجودة في المحلول وتفوق عددها، تفوقت على أيونات الهيدروجين الموجودة فيه، صارت هي الأقوى، فبالتالي أصبح المحلول قاعدياً. وبإضافة المزيد من هيدروكسيد الصوديوم محلول القياسي نلاحظ أيضاً هنا زيادة تدريجية نحو في الـ pH يعني. فهذا هو ما يحدث حقيقة من خلال مشاهدة قياسات الـ pH. هذه المساحة، دعوني هنا أوضح أكثر على الرسم البياني، يمكننا من خلال هذا المنحنى تحديد نقطة التكافؤ. كيف يمكننا تحديد نقطة التكافؤ؟ أولاً أعزائي، نلاحظ نقطتين في المنحنى لهما نفس الميل، يعني مثلاً تقريباً هنا هذه النقطة وهذه النقطة، يعني نقول تقريباً عند pH تساوي 12 وتقريباً هنا هذه النقطة الـ pH تساوي 2، منتصف المسافة بينهم تقع نقطة التكافؤ. كيف أحسبها رياضياً؟ أقول 12 زائد 2 مقسوماً على 2 عشان أطلع بالضبط بدقة منتصف المسافة 14 قسمة 2 يساوي 7. فإذا نقطة التكافؤ راح تكون عند الـ pH تساوي 7 هنا. وهكذا نعرف أن الحمض والقاعدة قد تعادلا لإنتاج جزيئات الماء النقي المتعادلة، جزيئات ماء متعادلة، عشان كذي أعطاني نقطة التكافؤ تساوي 7. وهكذا أعزائي، أي حمض قوي مع قاعدة قوية راح تكون نقطة التكافؤ دائما عند 7. الآن ننتقل إلى هذه الأسئلة حول منحنى المعايرة، نلخص ما ذكرناه. أولاً، على ماذا يدل الارتفاع الحاد الذي ذكرناه في قيمة الـ pH؟ يدل على أن جميع أيونات الهيدروجين في الحمض اللي موجود في الدورق قد تمت معادلتها بواسطة أيونات الهيدروكسيد من القاعدة. السؤال الثاني، ما اسم النقطة التي يتساوى عندها تراكيز أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد؟ نسميها نقطة تكافؤ المعايرة. السؤال الثالث، ما قيمة نقطة التكافؤ على المنحنى السابق؟ حسابها نفس ما ذكرنا عن طريق حساب المتوسط بين قيم نقطتين لهما نفس الميل كما حددنا في الشريحة السابقة، ويقعان عند بداية ونهاية التغيير الحاد في قيمة الـ pH. يعني لاحظوا هني، هذه زيادة تدريجية، هذه زيادة حادة. عند نقطة البداية والنهاية لهذه الزيادة منتصفها، هي تعتبر نقطة التكافؤ. ونحسبها رياضياً، نفس ما ذكرنا، نقطة النهاية زائد نقطة البداية مقسومة على 2 وتطلع النقطة. ما الكاشف المناسب من الكواشف المعطاة في الجدول المقابل؟ عندي هنا جدول يحتوي على 3 أنواع من الكواشف، وكل كاشف له مدى معين. ما الكاشف المناسب لاستخدامه في هذه المعايرة؟ نلاحظ المدى، مدى كل كاشف. الفينول فثالين 8.3 إلى 10، البرومو ثايمول الأزرق 6.3 إلى 7.4، الميثيل البرتقالي 3.1 إلى 4.4. نلاحظ نقطة التكافؤ، نقطة التكافؤ أعزائي كانت 7، فأبحث عن الكاشف الذي تكون السبعة موجودة داخل
المدى ماله. هل السبعة ما بين 8.3 و 10؟ لا، فإذا لا أستطيع استخدام الفينول فتالين. هل السبعة تقع ما بين 6.3 و 7.4؟ نعم، موجودة السبعة هني، فإذا أستطيع استخدام البروموثايمول الأزرق. هل يمكن استخدام الميثيل البرتقالي؟ لا، لأن مداه أقل من السبعة، فما راح يبين، ما راح يتغير عنده اللون. دعونا الآن أعزائي ننتقل إلى مثال آخر، وهي معايرة حمض ضعيف مع قاعدة قوية. ونلاحظ هنا المنحنى، ولاحظوا المنحنى فيه اختلاف، بعض الاختلافات نوضحها الآن. لاحظوا هنا أن المعايرة أو هذا المنحنى عبارة عن 50 مل من حمض ضعيف، هذه الـ VA اللي هو حمض الميثانويك أو حمض الفورميك، تركيزه 0.1 فهذه الـ MA، مع قاعدة قوية هيدروكسيد الصوديوم تركيزها 0.1 فهذه عبارة عن الـ MB. لاحظوا الآن ماذا سيحدث هنا في هذا المنحنى. في البداية أحدد إذا ما كان عندي معلومات موجودة، هذا المنحنى ماذا يمثل؟ هل هو حمض قوي؟ هل هو حمض ضعيف؟ قاعدة؟ نشاهد نقطة بداية المنحنى. نقطة بداية المنحنى تشير إلى درجة حموضة المحلول اللي موجود في الدورق المراد الحصول على تركيزه في الأسئلة السابقة، ولكن هنا نقطة البداية تقريبا 3.5 تقريبا 3.5 كما ذكرنا أعلى شوي من الاثنين، فراح يكون عبارة عن حمض ضعيف. فحمض ضعيف ومعروف أن حمض الفورميك أساسا حمض ضعيف أو حمض الميثانويك. الآن المحلول القياسي راح يكون هو القاعدة NaOH وقاعدة قوية معلومة التركيز. نبدأ الآن كما ذكرنا سجلنا أولاً النقطة الابتدائية أو قيمة الـ pH الابتدائية، ونبدأ الآن بفتح السحاحة وإضافة المحلول القياسي. نلاحظ كذلك بنفس المنحنى السابق زيادة تدريجية في المنحنى تقريباً من 0 إلى 40 مل، زيادة بسيطة في المنحنى من 4 تقريباً إلى قريب 6، وبعد ذلك تحدث زيادة مفاجئة في هذا المنحنى، زيادة في قيمة الـ pH. لماذا؟ لماذا؟ لأن تم استهلاك معظم أيونات الهيدروجين في المحلول، وبالتالي زاد وتفوق عدد تركيز أو تركيز أيونات الهيدروكسيد على تركيز أيونات الهيدروجين، فأصبح المحلول قاعدياً. ومع زيادة إضافة المحلول القياسي تكون هناك زيادة تدريجية في قيمة الـ pH. الآن نحسب نقطة التكافؤ، نقطتين لهما نفس الميل تقريباً، نبدأ من 12 عند هذه النقطة و 5 تقريباً عند هذه النقطة، 5.5 تقريباً، ونحسب نقطة التكافؤ منتصف المسافة بينهما. النقطة النهائية 12 + 5.5 على 2 يساوي تقريبا 17.5 على 2 يساوي تقريبا 8.75، فهذه قيمة نقطة أو الـ pH، هذه نقطة التكافؤ. ونلاحظ أعزائي كما ذكرنا أن نقطة التكافؤ لا تكون دائما 7. في المثال السابق معايرة حمض قوي مع قاعدة قوية كانت نقطة التكافؤ تماما عند 7، ولكن هذا لا يحدث دائما، ويعود هذا الاختلاف إلى أن نوعية الحمض المستخدم سواء كان حمض قوي أم حمض ضعيف وكذلك القواعد، هذا الاختلاف يؤدي إلى تفاعلات قد تحدث ما بين الملح والماء الناتج. مثلا دعونا نشاهد هذا المثال. الآن حمض الفورميك HCOOH زائد NaOH، هذا عبارة عن حمض ضعيف وهذه عبارة عن قاعدة
قوية، فنضع السهم لأن الحمض الفورميك يتأين تأينا جزئيا، سيتكون لدي هنا HCOO NA زائد H2O. عندما نلاحظ هذه أو هذه النواتج سنلاحظ أن التفاعل يعود إلى تكوين الجزيئات. فعندما يعود التفاعل إلى تكوين الجزيئات، التفاعل العكسي، لدي هنا حمض ضعيف ولدي قاعدة قوية، من ستكون له الغلبة؟ البقاء للأقوى، وهو القاعدة القوية هي التي ستتغلب وترفع من درجة البي اتش المحلول، لأنها ترفع تركيز أيونات الهيدروكسيد. لاحظوا نقطة التكافؤ ستكون فوق السبعة، ستكون قاعدية، لأن المحلول النهائي بعد انتهاء عملية المعايرة ستكون البي اتش له أعلى من السبعة نتيجة القاعدة القوية. الآن دعونا نختار الكاشف المناسب لهذه العملية. لاحظوا لدي نفس الأنواع الثلاثة من الكواشف الموجودة في المثال السابق. لاحظوا نقطة التكافؤ تقريبا كانت، أعيد كتابتها، 8.75 تقريبا، هذه كانت نقطة التكافؤ. يجب أن يتم اختيار الكاشف بحيث تكون نقطة التكافؤ تقع ضمن مدى الدليل أو الكاشف. هل تقع من 8.3 إلى 10؟ نعم. فإذا الكاشف الذي يمكننا استخدامه في هذه العملية أو في معايرة حمض ضعيف مع قاعدة قوية هو كاشف الفينول فتالين، لأن نقطة التكافؤ تقع ضمن مدى الدليل. الفينول فتالين أعزائي كما ذكرنا دائما هو يستخدم لهذا النوع من التفاعلات. دعونا الآن أعزائي نتعلم كيف نتعرف على نوع المعايرة. نلاحظ الآن من خلال المنحنى، طبعا لدي هنا معايرة حمض مع قاعدة. المنحنى الأول نشاهد المنحنى أعزائي، نشاهد شيئين. النقطة الأولى هي نقطة بداية المنحنى، والشيء الثاني هو نقطة التكافؤ. فنقطة البداية، بداية المنحنى كما ذكرنا أقل من 2، معناته هذا عبارة عن حمض ضعيف، عفواً عن حمض قوي، فهذا عرفنا أنه عبارة عن حمض قوي. الآن نلاحظ زيادة تدريجية وبعدين زيادة مفاجئة وبعدين زيادة تدريجية أخرى. نلاحظ الآن نحسب نقطة التكافؤ، نقطتين لهما نفس الميل، ونأخذ نصف منتصف المسافة بينهم، فتقريباً ستكون هنا عند الـ pH تساوي 7. نحن تعلمنا قبل قليل أن إذا كانت الـ pH تساوي 7 أو نقطة التكافؤ تكون 7، فإذا هذا عبارة عن معايرة حمض قوي مع قاعدة قوية، لأنه ينتج مواد متعادلة. منحنى آخر، هذا المنحنى لاحظوا بداية المنحنى هنا تحت الاثنين، معناته هذا عبارة عن حمض قوي أيضا، ولكن لاحظوا الآن نقطة التكافؤ، نقطة التكافؤ إذا تقريبا هنا ستكون أقل من السبعة. فإذا كانت نقطة التكافؤ أقل من السبعة فمعناته أنا قاعدة أعاير باستخدام قاعدة ضعيفة. المنحنى الثالث، لاحظوا بداية المنحنى، بداية المنحنى زادت عن الاثنين، فإذا هو عبارة عن حمض ضعيف. زيادة تدريجية، هذا الزيادة المفاجئة نلاحظ تقريبا في النص، فتكون قيمة نقطة التكافؤ لقيمة البي اتش لها أعلى من السبعة، فإذا هذا عبارة عن قاعدة قوية. المثال الأخير أو المنحنى الأخير، لاحظوا بداية المنحنى أكبر من السبعة، عفوا أكبر من الاثنين، فهو عبارة عن حمض ضعيف، وتقريبا نقطة التكافؤ ستكون أيضا عند 7 وتنتج مادة متعادلة. فنلاحظ إذا كان الحمض ضعيف ونقطة التكافؤ عند 7 فسيكون الحمض ضعيف مع قاعدة ضعيفة. لاحظوا أعزائي أن قيم الـ pH عند نقطة التكافؤ تتغير حسب قوة الحمض والقاعدة. إذا كان الاثنين أقوياء راح يكون 7، إذا كان الاثنين ضعفاء
أيضا راح يكون 7، راح يكون مواد متعادلة. طيب إذا كان الحمض قوي والقاعدة ضعيفة فأكيد راح يقل البي اتش لأن تركيز أيونات الهيدروجين أكثر. إذا كان العكس نقطة التكافؤ فوق 7 معناته المحلول القاعدي هو اللي تغلب، فهذا هو القوي، راح يكون القاعدة هي الأقوى. دعونا الآن نشاهد المنحنيات معايرة قاعدة مع حمض. المنحنى الأول، لاحظوا أعزائي بداية المنحنى 14، فمعناته قاعدة قوية. نقطة التكافؤ كانت عند 7، فبالتالي حمض قوي، نعايره بحمض قوي. أيضا هنا بداية بدأنا ب 14، معناته قاعدة قوية. لاحظوا نقطة التكافؤ كانت أكبر من 7، فإذا الحمض ضعيف ولم يستطع أن يتغلب على القاعدة القوية. الآن المنحنى الثالث، لاحظوا البداية إحنا قلنا من 14 إلى 12 تقريبا هذا عبارة عن قوي، قاعدة قوية، أقل من ذلك تعتبر قاعدة ضعيفة. فلاحظوا هنا تعتبر قاعدة ضعيفة ونقطة التكافؤ كانت أقل من 7، وبالتالي هذا الحمض يعتبر حمضا قويا لأن أيونات الهيدروجين هي اللي زادت مقابل انخفاض أيونات الهيدروكسيد. المنحنى الأخير إذا كان عندي قاعدة ضعيفة تحت 12 ونقطة التكافؤ عند 7 فسيكون القاعدة والحمض ضعيفين، وكما ذكرنا إذا كانت القاعدة قوية والحمض قوي أو القاعدة ضعيفة والحمض ضعيف ستكون نقطة التكافؤ عند 7، إذا كانت القاعدة قوية والحمض ضعيف نقطة التكافؤ أعلى من 7، إذا كانت القاعدة ضعيفة والحمض قوي ستكون نقطة التكافؤ أقل من 7. وهكذا أعزائي ننتقل إلى التطبيقات. لدينا سؤال هنا، هذا السؤال لدينا منحنى معايرة نستعين به للإجابة عن هذه الأسئلة. والسؤال الأول، ما قيمة الـ pH عند نقطة التكافؤ؟ نلاحظ هنا تقريبا ناخذ نقطتين لهما نفس الميل ونحسب منتصف المسافة ونأخذ نقطة التكافؤ، نلاحظ أنها تقريبا عند 5. السؤال الثاني، ما الكاشف الأكثر فاعلية لتحري نقطة النهاية لهذه المعايرة؟ يجب أن تكون داخل هذا الدليل، نقطة التكافؤ داخل الدليل. فلاحظوا مثلا نقطة التكافؤ 5، يجب أن تكون داخل المدى، لا يمكن الميثيل البرتقالي، لا يمكن الفينول الفثالين داخل فإذا البروموكريسول الأخضر 5 تقع في هذا المدى، فبالتالي هو الكاشف المناسب. السؤال الثالث، ما نوع المعايرة؟ نلاحظ بداية التفاعل أو بداية المنحنى نلاحظ أن القاعدة تقريبا 12 أو أقل بقليل من 12، فبالتالي هي عبارة عن قاعدة ضعيفة. هذه عبارة عن قاعدة ضعيفة. نلاحظ نقطة التكافؤ، نقطة التكافؤ كانت أقل من 7، إذن هذا عبارة عن حمض قوي، فالمعايرة هي قاعدة ضعيفة بحمض قوي. وهكذا أعزائي نكون قد انتهينا من درس تفاعلات التعادل. ألقاكم في دروس أخرى بإذن الله تعالى. تحياتي لكم.